يعني حلال عليك وحرام علي؟ لم يكن ترند خلال هذا العام. العاصوف 3 خارج ترندات رمضان 2022. فكرته بدأت تفهم عند الجمهور. خير؟ أنت خالد الطيان؟ نعم. أمسكه. خير وش فيه؟ كنا تحدثنا بلقائنا السابق مع الناقد الفني عبد الرحمن الناصر عن أبرز الإنتاجات السعودية بدراما رمضان 2022، إضافة إلى النجوم الشباب اللي لمعوا هالموسم. واليوم منكمل مع مسلسل العصوف بجزء الثالث اللي بحسب عبد الرحمن ما قدر إنه يحقق النجاح نفسه اللي شفناه بجزئيه الأول والثاني. مشكلة العصوف إنه فكرته بدت يعني تفهم عند الجمهور، وبالتالي لم يكن ترند خلال هذا العام. الجزء الأول كان ترند، أي نعم. الجزء الثاني كانت حلقتين لجهيمان، هي عملت ردة فعل جماهيرية أضافت للمسلسل. ومن أقوى الحلقات كانت اللي تحدثت عن قيادة المرأة للسيارة لأول مرة في السعودية والجدل الكبير اللي حصل وقتها، بالإضافة للمشاهد اللي عرضت فترة وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حنا رجال الهيئة، وهذا منكر ونحن من سيمنعه. ما هو من حقك لا أنت ولا هذول اللي معك، هذا موضوع أمني وحنا اللي مستلمينه. وهالجرأة مش جديدة على بطل العمل ناصر القصبي. أنت تشيش، يعني حلال عليك وحرام علي؟ بلا شك ناصر القصبي أيضا قدم لنا نموذج مؤرشف، نموذج تاريخي. مثل هذه الأعمال المؤرشفة أو الأعمال التوثيقية لا تحفز المشاهد على متابعته باستمرار. وبحسب عبد الرحمن فالعصوف يتقاطع مع ما تقدمه السلسلة التوثيقية المصرية الاختيار بأجزاء الثلاثة. كما تكلمنا عن العصوف نتكلم عن الاختيار، لأنه دائما الأعمال المؤرشفة لا تجذب أو تستفز المشاهد لمتابعتها بشكل مستمر. حكومة تطبق هذا القانون. طب والله كويس انهم اتفقوا وبطلوا خلافات. هما خطين يمشيان على نفس الطريق، خط سياسي اجتماعي وخط هنا اجتماعي سياسي. لو عبد الفتاح السيسي مش ابني، ده حته مني، مش بس يؤتمن على الجيش، ده يؤتمن على البلد بحالها.